Hi guys, welcome to Lara Lara's world. And Harda, how are you? Cause her hairstyles are OMG. But the OMG is عندي fake, okay? ومعهم ال OMGs دول الطفلة دي لا أنجولا. دول OMG fake. يعني تشوفوا OMG أصليين هما مختلفين عن دول. بس دول اللي لقيتهم فاشتريتهم. يلا نبدأ بأول هير ستايل للعروسة. أول هير ستايل هنعمله اسمه الحبة نازلين. هو ستاخدوا شغل العروسة مفكوك كده تسرحوه كده ونسرحه كده. اوكي دلوقتي هناخد حتت من شعرها وهنلمه. بعد كده هتعملوا شعرها كده. تفتكروا الالز دي برضو شفتوهم في الكيتشن بتاع الكيتشن بيه انا ونورة حبيبة من شهر. تفتكروهم بس انجل مش هتشوفوها في الكيتشن دي بس هتشوفوها في Life with Barbie في حلقة Life with Barbie. صورت رحوها كده في الاخر زي كده يبقى شكلها في النهاية. الهير ستايل التاني اللي هو هو بوني تيل بس هو مش بوني تيل عادي. يلا هنفك شعر العروسة دي. هنفكه هناخد الفرشة كده نسرحه. هتاخدوا حتة من شعرها كده وهتضفروا. هعلمكم ازاي تضفروا شعر العروسة. بصوا يعني هتاخدوا اي حتة عادي كده في الشعر. هناخد مثلا دي هنقسمها لثلاث حتت. 1 2 3 هناخد الحتة الأولانية هتحطوها كده في الحتة التانية. بعد كده التالتة هتدخلوها كده الحتة دي كده. هدفر شعرها وارجع. اوكي دفرنا شعر العروسة كده. يلا هناخد شعر العروسة تعملوا كده زي البونيتيل كالبونيتيل طبعا زي الحصان. هتعملوا كده تاخدوا التوكة الحمرا دي اي توكة يعني مش بقولكوا مش بقولكوا اللون انا اي توكة استك حمرا تعملوها كده تلموا على القد اللي انتوا عايزين بس ما تعملوش ضفيرة كاملة. هوريكوا الضفيرة كاملة في وقت تاني لو يعني في الفيديو او في اي فيديو تاني. وانا يعني انا بدل ما انا زهقانه مش حاجه اعملها ببقى فري على طول كده. طبعا عندي مذاكره فيديوهات وكده بس يعني انا بعمل ببقى عايز اعمل فيديوهات كده. ده شكلها بعد الستايل. لو باظت منكم تعملوها تاني. اوكي يلا هنقعد العرفة دي نروح بالستايل رقم 3. بصوا انا عملت نفس الستايل اللي انا كنت عاملاه في الثانيه في الاولانيه اللي قبل كده دي
سافكوا دلوقتي للأسف، علشان هعمل ستايل تاني، هفكوا وارجع لكم. فكيت العروسة اهي كده. يلا نسرعها. اوكي هنلمها. هوريكوا طريقة حلوة تعمل بيها كحكة. بتتقعد تعمل كده 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 كده. حاضر تعمل كحكة؟ لا، عندي فكرة. هتاخدوا الشعر كده، هتاخدوا كده كده، هتطلعوه لفوق كده. استنى، عملنا كحك جميل. هي بعد كده اقعد بس كده كويس. نظبطها كده من ورا. اوبس، بصي حتة عادي، ممكن تاخدوا حتت كده الشعر، هي الحتت دي مثلا تاخدوا كده كحكة. تسيبوها كده، الحتة دي هتطلع كده، هتسيبوا الشعر كده. ولا مش حابب كده، تسيبوا كحكة كده لفوق مع الجزء الفوق ده. يلا هنروح للستايل اللي بعديه. اوكي احنا شكلنا نقدر نعمل 10 ستايلات، ممكن نعمل 5 او حاجة على حسب الستوريج سبيس بتاعي. الستوريج سبيس بتاعي اخرته 13 دقيقة ونص دلوقتي، ف ما اعتقدش ان انا هعمل 10 ستايلات. هنعمل ستايل، هنعمل انجلا دلوقتي الضفيرة. ثلاث حتت تعملوا كده 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 وكده. هروح اضفر وارجع لكم. دي الضفيرة اهي. تعالوا نروح على 5 ستايل. اوكي ناخد العروسة دي كده، هتسرح الشعر. انا خلاص بكتل الستايل اللي انا كنت اللي هو اوكي. هتاخد الشعر كده كله لفوق كده خلاص، عند عند كده راسها. تاخد التوكة تعرفوا، أيوة زي الترولز كده، بس هتنزلوه للجوانب كده. تعملوا كده للجنب كده، سرحوا بس كده. ده شكلها في الآخر. يلا في العرس البعدي يعني. هي العرس دي اللي هو ثالث ستايل. هنعمل لها كحكة بشكل مظبوط. تاخدوا شعرها كده وبعد تمسكوه كده بإيديكوا زي ما انا عاملة.
تاخدوا التوكة تعملوه كده لورا ده كده يبقى شكله كحكة وسايبين منها كده حتة. بس خدوا بالكم ممكن تتفك بسهولة لو مش هتعجبكم. يلا في الستايل السابع، لو بتحبوا تسيبوا شعر على راسكوا انتوا ممكن تسيبوه سايب، تسرحوه لحد ما يبقى ناعم وتسيبوه سايب. في الاخر يطلع معاكوا سايب، لو ممكن يطلع احسن من كده. اوكي هيجيلك للستايل التامن. اوكي لو مش عايزين ايه على راسكوا يبقى تلموه بطوك، هتاخدوا حتة من شعرها كده. رجلها اتشبكت في اللاز الشفاف، اوبس. هناخد كده البونيتيل بتاعي هيكون شكله كده بقى. هناخد شعره كده بالراحة وندخل في الحتة دي ويتربط معاكو. بس انا هعملها تاني، تاخده كده شعرها، هتاخدوا الحتة دي بالراحة وتربطوها. في الاخر يطلع معاكم بونيتيل شكله كده، ان شاء الله بتاعتكم تبقى احسن. يلا نروح على تاسع ستايل. اوكي هناخد العروسه دي كده. اوكي هنسرح، هي اصلا جاهزه للتسريح. ممكن تعملوا مثلا بونيتيل وتسيبوا حتت من دي كده، هتاخدوا ناحيتين ان شاء الله تسيبوه وتعمل بونيتيل عادية خالص. هروح لما وارجع لكم هتطلع معاكم كده. انا يتمكن تسيبوا الشعر الجوانب دي سايبة، انا ضفرتها. يلا على اخر ستايل، احنا هنروح على اخر عاشر واخر ستايل. هتاخدوا عروسة عندكم هتقسموها. يلا بسرعة ننسى فيديو انا هتطلعوها كده نفس الكلام تحت الكحكة الاولانية بس بدلها اتنين. طلعوا شعرك ده كله لفوق، بعد كده تحط التوكه، بعد كده فيه هتسيبه. اوكي ده شكل العروسه. دلوقتي انا هنتهي الفيديو، ما تنسوش تعمل لايك شير وسبسكرايب والستايل ده لاي عروسه.